شكرا رنا. قضيتنا الاجتماعيه لليوم هي تكريس الفن لخدمه قضيه اجتماعيه من خلال معرض فوتوغرافي اقامته ضيفتنا ساندرا فياض. ساندرا وهي مصوره فوتوغرافيه احتكت مطولا بذوي الاحتياجات الخاصه وخاصه الجسديه منها من خلال عمل جمعيات خيريه، وشافت انه ما في فرق بين هؤلاء الناس والناس العاديين، وانه الانسان ما لازم يحس باعاقه تجاه هالاشخاص. فجسدت فكرتها بمعرض من 52 صورة رح نتحدث عنه سوا من بعد يعني هالتجربة الأولى. صباح الخير ساندرا فياض. ساندرا، تجربة يعني يمكن جديدة بالنسبة لك، مع أنه مثل ما خبرتيني تحت الهواء لك 9 سنين بمجال الفوتوغرافيا. خبريني اليوم ليش اتجهتي صوب هالقضية هيدي؟ أنا صار لي 5 سنين متتوية مع الشبيبات منظمة فرسان مالطا، وبهالمنظمة نحن بنشتغل مع ذوي احتياجات خاصة، مع أولاد ومع ختياريات، وبنعمل كامب بشبروح مع ذوي احتياجات خاصة، وكل الكام الكونسيبت تبع الكام نحن بنعزم ضيوف وبنهتم فيهم، يعني كل متتوعة بيهتم بضيف وبنعمل كل شيء معهم، يعني من منوع معهم، بناكل معهم، بنعمل اكتيفيتيات، بنغيرهم اذا لازم نغيرهم، بنحممهم، كل شيء يعني. وعلى 6 ايام كل فولنتير بيشتغل انه بيهتم بضيف. ويعني هيدي الاكسبيرينس انا بلشت ب 2012 وغيرت حياتي. حلو. وكمان بنروح على لورد، بنعمل حاج بلورد، كمان بناخذ ذوي احتياجات خاصه، بس اكثر اذا بدك فيزيكال هانديكاب مش منتل، وهن بيطلبوا يروحوا على لورد. وكمان هالاكسبيرينس كثير علمتني، وانا كثير تعلمت من هالعالم، ولاحظت انه اكثر انه كل ما اشتغل معهم لاحظت قد ايه بلبنان، غير لبنان كمان بس اكثر شيء بلبنان، في العالم عندهم هانديكاب بوجه الهانديكاب، يعني ما بيعرفوا كيف يتصرفوا مع حدا عائد على شاز غولونت، او كيف يتصرفوا مع كرسي، او كيف يتصرفوا معه. وانا هيدا الشيء نرفزني شوي، انه انا انه عندي كثير رفعه على كرسي وما عندي اي مشكله، بعليه غير عالم رح يكون عندهم مشكله. وانا كمان لاحظت انه كل ما اروح على ريستوران مثلا او اي بار، او في كثير مطارح ما فيك تفوت كرسي، وانا اول سؤال بساله انه اذا عندي حدا على كرسي معي، رفيقتي على كرسي، كيف بتفوت؟ ودائما عندهم ذات الجواب انه بنحملها، نحمل الكرسي. بس اذا عندك 30 درجه انه منا هينه انه تحمل الكرسي، واوقات لازم يفوتوا من الكوزين او من المطبخ او من التواليت. وكمان عند رفيقتي يعني درست، راحت على المدرسه وراحت على الجامعه وكل شيء، وما قدرت تلاقي شغل من وراء الاكسي، انه ما في عندها اكسي، وما فيها تفوت على الحمام مثلا، انه لانه الحمام منهم مجهز لكرمال الكرسي. هلا ليه تشغلي كثير مبسوطه؟ ساندرا، يعني انت هيدي التجربه اللي عشتيها هي اللي صورتيها بالمعرض، يعني المعرض الفوتوغرافي اللي عم نشوفه هي عند هيدي التجربه عم بتحاول تضوي على هيدي المشاكل، خبرينا عنه. اوكي، سو كل الفكره انا اذا بتروح على المعرض بتشوفي اول، بتفوتي اول سال بتشوفي في 26 بورتري، انا عملت اخذت صور 13 اشخاص ذوي احتياجات خاصه و 13 اشخاص بلا هانديكاب. اول شيء بتفوتي بتشوفي بس الظهر، وانا شلت العالم اللي قاعدين على كرسي، مش كلهم قاعدين على كرسي، شلتهم من كرستهم وحطيتهم على كرسي عادي عادي، ايه انه هيك ايه كانوا نازلت الكرسي يعني، وعملت الظهر. سو بتفوتي بتشوفي بس الظهر، ومن الظهر كنا بنشبه بعضنا، انه ما بتشوفي دائما الفارق اللي في انه الشخص عنده اختلاف. بقى وبعدين بتفوت على تاني سال، وهون بتشوفي كل الوجه زيت العالم، الوجه نفس التيب، نفس ال نفس التيب، كل شيء بس برمتيهم، بس برمتهم كمان على الحيط زيت الشيء، يعني انه اول صوره انه زيت عن جد زيت الشيء. وهون بركي تشوفي انه حدا عنده ذوي احتياجات خاصه او لا، مش ضروري تشوفي، ما ببين بملامح الالوان، في كثير منهم ما ببين، في كثير منهم. وهيدي الفكره انه نكون من الظهر او من الوجه كلنا بنشبه بعضنا. وانا شلتهم من هالكرسي تقول انه اذا انا شلت هالشخص من الكرسي انت رح تغير نظرتك له، او ايه او تصرفك، انه رح تغير كيف عم تحكي معه، معاملة معه.
وبعدين كمان حطيت بالاكسبو حطيت اثنين كاميرا كاشيه يعني حتى تشوفي ردة فعل العالم. اكزاكتلي هيدي هي رجعت صورتيهم شيء كمان على يعني واخر ايتاب انا سو بتفوتي على ثالث سال بتشوفي الرياكسيون تبع الشخص اللي بعدك تاتو اللي بينه وبين حالك انا كيف كان الرياكسيون تبعي قدام الصوره ليش انا عملت هيك ان انا بدي العالم يسالوا حالهم ليش حكمنا على هذا الشخص هيك بهالطريقه مش بطريقه ثانيه. هذه هي واخر سؤال انا بعزم العالم يتصوروا عن جد يقولوا ان انا مثلك مثلي ان نحن كنا ذات شيء نحن كنا انسان وكنا ذات شيء من الاخر يعني نحن كنا بنخلق وبنموت ذات شيء بقى لازم نعيش كمان ذات شيء عم جرب قد ما في حد كل العالم على ذات المستوى. حلو كثير. كم هو كم صوره في بكل المعرض؟ كل المعرض في 52 صور في 26 ظهر 26 وجه. اوكي ساندرا كيف اجتك الفكره يعني استوحيتيها من حدا من او من شعور انت اختبرتيه؟ خلق من شعور انه نرزي عن هذا الموضوع وانا عملت كامب بشبروح اول سنه ب 2012 وفي رفيق هلا كثير رسلنا كثير فما كنت اعرفه اجى لعندي قال لي كيف لقيت هو كان يهتم بالكون انه كيف لقيت الكون انه حبيته وانا كنت كثير منرفزه انه كيف انه بلبنان ما عم نهتم بهيك عالم ليش ما بنعرف عن هالعالم يعني وانا بفتكر انه هذا الشيء ببلش من المدرسه انه قد كم مدرسه في عندهم ذوي احتياجات خاصه لانه كمان ما في اكسس والولاد منهم معودين يشوفوا حدا على كرسي او حدا ما بيقشع فهيدي كلها في انه اكيد لازم يكون في اختلاط بالمدارس يعني يندمجوا دمج ويكون في لانه في حالات بتسمح لها يعني انه بس اللي على كرسي متحركه ليه ما بده يكون مع بقيه الصفوف العاديه؟ ما هيك مع انه في عندي رفيقتي مثلا كانت بريستوران مره الويتر اتى منيو لكل اشخاص بس ما تهك هي لها منيو لانه هي قاعده على كرسي وافترض انه ما بتعرف تقرا انه ما هيدي هي انه العالم ما في توعيه مثل ما قلت يمكن من خلال المعرض شوي العالم بيقدروا يغيروا طريقتهم ما بعرف أكيد انا هذا المعرض انا حبي العالم يوعوا على هذا الموضوع انه يقولوا انه ما بقى يطلعوا فيهم بغير طريقه وكمان نبلش نفكر انه كيف بدنا نظبط الاوضاع كرمالهم، انه كيف اذا بدهم يروحوا على ريستورون يفوتوا بلا اي مشكله، انه يفوتوا لحالهم، ما يكون ما يحسسوا حالهم هن غير شيء، يعني اذا بدهم يروحوا على سينما مثلا، ما في انه في كثير قليل سينما بس وين فيهم يقعدوا حد رفقتهم، لازم هن يضلوا حد الباب، لانه ما فيهم يطلعوا الدرج. نعم يعني انت سلطرة قلت لنا بالمعرض حتى كاميرتين مخفيين شو بينوا لك هلا دق لك المعرض مبلش سلو من 25 شهر الماضي جون هلا هي اكثر شيء مشت هذا الفاز بالاوبننج لانه بس يكون في كثير عالم عم بيمروا طلع عالم بيطلعوا انه بيشوفوا كنا مبينين انه والعالم انه سالوني ليه حطيتي هذا الشيء وانا قلت لهم كرمال انه تفكروا فيها تفكروا انه انا انه شو عملت رياكسيون بوجه انه قدام هالصوره وليه عملت هذا الشيء؟ انا هيدا الشيء انا انه بجرب اوصل على هيدي المرحله وانا الشخص بيسال حاله هذا السؤال. يعني هو ممكن الواحد يكون عنده رده فعل وانما لازم تكون هيدي رده الفعل بانه تعاطف او تقبل او هيك يعني محبة. اليوم لما عملت هيدي الصور وعرضتيها شو كانت ردة فعل ذوي الاحتياجات الخاصة هن كأشخاص يعني شاركوا بهذا العمل معك كتير. شو حسوا؟ في كتير منهم اجوا وقالوا لي مرسي كتير لأنه في منهم ما قدروا يجوا على الجاليري يعني عايشين برد بيروت وهيك في كثير منهم في عندي مثلا رفيقتي كنت عم بحكي عن هذا الموضوع صار لي سنتين عم بفكر فيه وتقدر اعمل كل شيء وهيك اخذت لي سنتين يعني مش منا هين القصه انه بدك انه تجيب سبونسرز تلاقي جاليري عملت كذا انه كذا جاليري قبل ما اوصل لاكزود واكزود انه دغري شوفوا البروجي قالوا يلا بدنا نعمله امتى بدك تعملي المعرض يعني كانوا كثير بوزيتيف وانا كثير حبيت هذا الشيء وكثير انه ارتحت كثير ارتحت حسيت في
تنحل في مطرح ما هيك وكمان انه كان حتى غامب وحتى انه عملوا كل الاكسي كرمالهم، عملوا كل شيء كرمالهم، هذا الشيء انا اهم شيء لإلي هذا الشيء. بقى في كثير عالم قالوا لي انه ميرسي، وفي وحده قالت لي انه انت انه مش انه حكيتي بالهواء، حكيتي وعملتي سو ايه. وفي كثير منهم ما بعرفهم بعثوا لي مساج على فيسبوك قالوا لي ميرسي كثير انه فكرتي فينا وعملتي شيء جديد العالم بركي هلا يفكروا فيها. وكمان عالم منهم ذوي احتياجات خاصه، في كثير عالم اجوا لعندي قالوا لي انه قد ايه هذا البروجي انساني، يعني قد في كثير عالم قالوا لي انه عايزين اكثر انه اكثر اشخاص يفكروا هيك ويعملوا هيك. يعني انا استعملت التصوير ككوميونيكاسيون، يعني انا بقدر مع التصوير احكي مع لكل العالم مع كل الناس. ما هذه ممكن اي انسان بموقعه كمان من خلال موقعه يقدر يستخدم موقعه ليوصل كمان هذه الفكره ويوعي حول هذا الموضوع. عم تفكري شيء ساندرا بمشاريع ثانيه؟ انت مكمله بهذا الشيء اللي بلشتي فيه؟ اكيد سو انا قلت لكم انه بعزم اخر مرحله بالمعرض بعزم العالم يتصوروا، وهذا الشيء في بعدين الصور فيكم تشوفون على الويب سايت تبعي. يعني انا وانا حب كثير اخذ هذا البروجي وسفر معه، انه هذا البروجي في يكون وين ما كان في فينا نحكي عنه. بس انا حبيت بلش بلبنان لانه بلبنان اكثر شيء بحس انه في مشاكل مع ذوي احتياجات خاصه، ما في اكسي، ما في ريسبي اذا بدك. يعني بالاركتكتشر انه في عنوان بيقولوا لازم نحط رامب، في كثير اشياء بس العالم ما بتغض النظر بتغض ايه مثل كثير اشياء غير. يعني انه هيدي مش اول مشكله بلبنان، بس مش معناتها ما لازم نعمل شيء وننام عليها، لا انه لازم نبلش نفكر فيها. مش هيك انا انه قلت انه يلا لازم نعملها هيك. ساندرا انت عم تتوجهي للعالم، يعني انت عم بتجرب توعي الناس يغيروا نظرتهم، بس تيسير خطوات على يتتامن كل احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصه يمكن مش الناس العاديين هن اللي بيقدروا يقوموا. بدك قوانين، بدك اللي هن مسؤولين عن تطبيق القوانين يطبقوها. يعني انت بالمرض جربت توجه يمكن للناس العاديين بس تهني انه ما يشوفوا هذا الاختلاف او يحترموا الشخص المختلف. بس انا بفتكر قد ممكن تعمل تغيير على صعيد وقعن. بس انا بفتكر انه التغيير ببلش بكل واحد، على كل انه كل شخص اذا بفكر فيها، اذا انه عن جد انه هلا اكيد لازم انه لازم نكون اكبر ولازم اوصل لعالم اكبر، بس اول شيء لازم نبلش بكل اشخاص. اذا كل واحد نطلع تمشي الحال. انا ما كنت بدي ابيع الصور، بعدين قلت اذا في عمل فند ريزنج وبيع الصور واعطي بورسنتاج لشبروح للكام بشبروح كثير منيح كون عم تساعد. ايه عم ساعد. بقى انا حطيت الصور، وكمان في كتاب فيكم تشتروه، في 30% من كل صوره او من كل كتاب بيروح لشبروح دغري. يعني فند ريزنج. بقى قلت انه اوكي انه بعمل شيء انه اويرنس كامبين وكمان بعمل فند ريزنج، ليش لا؟ بس سو هذا الشيء انه كان هدف كثير حلو. وكمان انا قلت انه في عالم اجوا، انا كان بدي بس شخص يفهم. انا قلت انه اذا في شخص واحد بيفهم الفكره انا خلص انه نجحت. ايه نجحت. وفي كثير عالم انه وصلت لهم فكره. بقى لإلي انا انه اذا يعني اكسيدد الاكسبكتيشنز، قطعت المتوقع. ايه ساندرا لما كنت عم بتصوري او عم تعملي البروجي، يعني فكرتي انه تفرجي كل الاشخاص يعني المشاكل المختلفه، ولا ما كان عندك مشكله؟ لا مين ما كان يكون، او جربتي يمكن حدا يكون يعني فنيا احلى بالصوره؟ لا. او زبطت اكثر؟ كيف كان ابدا تكنيكلي الشغل؟ إيه؟ تقنيا انا هلا في 26 اشخاص انه تصوروا معي. وانا كان بدي اعمل انه كان بدي اعمل عزت المساواة ايه، يعني 13 و 13. انا كان بدي اعمل 15 15، ما قدرت بقى مش الحال. بس ما كان يهم مين، لانه انا لإلي كلنا زدت شيء. ما هيدي هي الفكره، انه ما رح نقي شخص يكون حلو على التصوير، لا. الفكره انه نحن كنا حلوين على التصوير وكنا زدت شيء عن جد. انا وكمان او حتى مشكلته يعني اذا على الكرسي او على الكيزه او يعني جربت تقدمي كل في ذوي احتياجات خاصه مش قاعدين على كرسي. في واحد منهم مثلا عنده السكليروز اون بلاك وهو بيمشي بس عنده كان، بس انه الفكره انه بركي يوصل لمرحله ما رح يقدر يمشي بقى.
طيب. بس انه مش مبين على وجهه انه ما في مش انه مبين كذبه يعني. على راسه انه انا عندي هيدا الشيء. هذه هي كل حال ساندرا يعني نحن بنهنيك على المشروع، يعطيكم العافيه. ولازم يروحوا يشوا الكتاب. لازم المشاهدين يعتمروا تشوفوا المعرض. وهلا رح ننتقل للقاهره.